شكرا لكم على حفاوة الاستقبال، شكرا لكم جزيلا. هو عرض أخويا استدرجنا فيه أحداث اللي وقعت في هذه الوقيتة ديال السدان، أحداث اللي عشناها احنا كاملين كمغاربة، وحاولنا نطرقوا لها في طريقتنا الفكاهية، ولقات إقبال الحمد لله من الجمهور ديال مدينة أسفي، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على كل حال، أنا ديما تنحمد الله وتنشكر على هذه القضية، فلقيت راسي بأنني متزود لهذا الدومين هذا، رغم أنني تندير حوايج أخرين، ولكن تنلقى راحتي فوق الخشبة مع الفرقة في ستاند أب، يعني الحمد لله على كل حال. الجمهور الأسفي معروف أنه جمهور ذواق، ما كنلقاوش معاه مشكل، كنحسوا به قريب. علاش؟ منين تطرق المواضيع اللي هي اجتماعية تخص ذاك المواطن، فكون أكيد أنه كيكون تفاعل. الحمد لله، هذا احنا تقريبا خوت، أبار أننا مجموعة كتخدم، فكنعيشوا مع بعضياتنا في دار وحدة، كنتقاسموا بزاف ديال الحوايج الخايبة والزوينة، ستريس، لا ريبيتيسيون وما إلى ذلك. فهذا الاحتكاك اللي كيكون دائما تيخلق واحد الانسجام ما بين المجموعه، والحمد لله. لا، انا حاليا تنخدم على الومان شاو ديالي، قريبا ان شاء الله، قريبا غيبان في الاسواق، اللي قريب نكملوا ان شاء الله في القريب العاجل، وتنتمناو ينال الاعجاب ديال الناس بطبيعه الحال. هو هذا ان شاء الله. حاليا كاين الاعمال مع المجموعه، قريبا ان شاء الله كاين اعمال ان شاء الله تلفزيون، كاين اعمال على مستوى الويب، كاين عروض في عندنا داخل المغرب وخارج المغرب، وتنتمناو الخير ان شاء الله. الجمهور المغربي، فبكم نستمر، بتفاعلكم نستمر، بتعليقاتكم بتحفيزاتكم، شكرا لكم جزيلا من هذا المنبر، وشكرا للناس ديال اسفي اللي حضروا معنا وخا عطلناهم شويه، شكرا لكم جزيلا، نحبكم ايضا. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.